ليش نتخزنوا؟ من خايفين؟ من نحتاج الدعم الوطني بالمقابل؟ هذا سؤال نطرحه لجميع الصحراويين، سواء كانوا في الجهات الثلاثة للصحراء أو في موريتانيا أو في الجنوب الجزائري. شنو اللي يقف بينك وبين ضميرك أمام الله سبحانه وتعالى؟ الانتماء للوطن شرف. فقد نزل علي الخبر كالصاعقة، لكننا لن نقول إلا ما يرضي الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. تعازينا الخالصة لأهل الشقوار عامة وللوطن خاصة، وللوطن لأن الوطن اليوم فقد امرأة استثنائية أعطت الشيء الكثير دون أن تنتظر مقابلا. هذه المرأة التي آمنت بمشروع فكري، بمشروع ثقافي، واستطاعت أن تجعله واقعا في جميع ربوع المملكة بأقل الإمكانيات، جمعت ما تفرق، انضم إليها العديد من المثقفات. وهذا الأمر ليس سهلا، واستطعنا أن نبصم رغم كما قلت قلة الإمكانيات. فقط آمنا بالفكرة، لأن القائدة آمنت بالفكرة. وحينما يكون القائد مؤمنا بأمر فإن دائما يجعل الآخر هو كذلك يؤمن بنفس الأمر أو نفس الأفكار. سيدة ناضلت من أجل المرأة، مناصرة قضاياها، فنحن أيضا كنا وراءها، لأننا كما قلت سابقا آمنا بنفس أفكارها. السيدة كانت محبة للوطن، أعطت الشيء الكثير في جميع القضايا، كانت جميلة جدا باختصار، كانت جميلة، كانت طيبة، كانت حنونة، كانت قوية، كانت ضعيفة، كانت امرأة استثنائية. وأنا أعي جيدا حينما أقول امرأة استثنائية، رحمها الله يعني الله يصبرنا جميعا، لأني أنا لحد الآن لم أستوعب، ولكن إنا لله وإنا إليه راجعون. باش أنك تكون حاضر في المغرب ككل، ويكونوا معاك ناس، لأنه اليوم رابطة كاتبة المغرب ما غاديش تمشي لأي جهة إلا وغتجبر فرع، كل إقليم فيه فرع. وشكون اللي في هذا الفروع؟ من خيرة ما أنجبت نساء المغرب، هذا راه ما غيعدلوه حد إلا واسمه عزيزة عمر يحظيه بصبرها وبتفانيها يعني بصبرها. الصبر أعتقد أنه هذه المرأة صبورة، وأنا أعي جيدا ما أقول، لأني حضرتها في الكثير من الأمور التي كنت أرى صبرها وحلمها وتعاملها الراقي. فلا إله إلا الله، فقدنا امرأة كما قلت استثنائية، رحم الله وأسكنها فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون.